مشاهدينا حياكم الله جميعا على شاشة التناصح، التناصح الذي تفرد تغطية خاصة بخصوص الوضع الحاصل في هذا اليوم، وهو تقدم سرايا دفاع عن بني غازي بعملية عسكرية هدفها إعادة النازحين والمهاجرين إلى مدينتهم الأم بني غازي، مدينة الثورة. إذا نبدأ أخبارنا في هذه التغطية، أولى الأخبار حيث تقول أطلقت سرايا الدفاع عن مدينة بني غازي عملية عسكرية تهدف لإعادة الأهل النازحين والمهاجرين إلى مدينة بني غازي. مصدر من سرايا الدفاع قال في تصريح للتناصح، قال أن قواتهم على مشارف منطقة العقيلة الواقعة غربي البريقة، لافتا إلى أنهم سيتقدمون صوب بني غازي. المصدر أشار إلى أنهم أسروا عددا من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف قوات مجرم الحرب حفتر، مردفا أن طيران الكرامة شن قرابة 12 غارة جوية دون أن يوقع أي إصابات في صفوفهم، وكل ذلك حسب المصدر. أيضا حيث أعلنت حكومة أثنين المنبثقة عن مجلس النواب المنحل حالة النفير العام في المنطقة الممتدة من أجدابي وحتى منطقة هراوة، وجاءت إعلان حالة النفير بعد أن قامت سرايا الدفاع كما قلنا عن مدينة بني غازي بإطلاق عملية عسكرية تهدف إلى عودة المهاجرين إلى مدينتهم، وألقت القبض على عدد من جرحى قوات مجرم الحرب حفتر والمرتزقة الذين كانوا يتمركزون في منطقة الهلال النفطي. لنتوقف قليلا ونتحدث مع السيد محمد النعاس وهو الخبير العسكري. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا، طبعا السيد محمد النعاس في استوديوهاتنا في طرابلس. سيد محمد حياك الله، السؤال هنا يقول كيف تعلق على تقدم سرايا الدفاع اليوم؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين. ما قدمته سرايا الدفاع اليوم هو أمر متوقع، لأنها منظومة قتالية تعمل بخطة وبتؤداء وتتحرك، واستفادت من درس المستفاد الأول الذي تكبد فيه خسائر في أفرادها وآلياتها، هي الآن تتحرك بحكمة، وأنا أرى أن وضعهم سليم ومتوقع منهم هذا يعني. نعم، طيب ما هي الاستراتيجية التي تتبعها سرايا الدفاع عن بني غازي للعودة إلى مدينة بني غازي وعودة المهاجرين كما قالوا إلى بني غازي؟ الاستراتيجية هي حب الوطن، هي وجوب العودة إلى إنسان مهجر، أدين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله أنصر من قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هؤلاء الناس أخرجوا بديارهم بغير حق، واستراتيجيتهم العسكرية هي الرجوع إلى الديار وإلى البيت، هذه استراتيجية. أما أسلوب تنفيذ الاستراتيجية فلا مجال أمامهم إلا القتال، هو يعني إما النصر أو الاستشهاد، هذه الاستراتيجية. نعم، إذا برأيك أن الاستراتيجية سيد نعاس هي مسألة حق أو باطل. طيب أنت أشرت في النقطة الأولى أنها عملية كانت متوقعة، ولكن يبدو أنها عملية كانت مباغثة بعض الشيء، إذا هل نتوقع أن تكون هذه نقطة تحول سيد نعاس، أم سنشاهد نقاط متتالية الأيام القادمة؟ هي بالنسبة للعدو مباغتة، ما في شك في ذلك، لأن العدو هذا هو عدو يعني هو يعني غير منظم. هو حفتر يزعم أن لديه جيش نظامي، ولكن الطريقة التي بغدته بها سرايا الدفاع التي لا تزعم أنها جيش نظامي، تزعم أنها سرايا تريد أن ترجع إلى منازلها المفقودة وبيوتها المهاجرين منها. نعم. الذي حصل الآن هو أن العدو كشفت أوراقه وافتضح بطريقة لا يصدقها العقل. أين هو هذا الجيش الذي يزعم أنه سيطر على الموانئ النفطية؟ أين تمركزاته؟ أين خطوطه الدفاعية؟ أين قواته المنظمة المستعدة لمولقاة العدو وفقا لإعلامه؟ إذن هو عبارة عن عدو ضعيف، هو عبارة عن كرتون يستند بصورة رئيسية على مرتزقة العدل والمساواة وبعض الأفارقة بالتنسيق مع الحكومة التشادية. نعم، سيد محمد النعاس ابقى معي قليلا، نذهب إلى السيد مصطفى المهرك المتحدث باسم حكومة الأنقاض لنتحدث حول هذا الشأن من ناحية سياسية. سيد مصطفى إذا كنت تسمعني حياك الله في هذه التغطية الخاصة التي تفردها تناصح بخصوص تقدم قوات سرايا الدفاع قرب مدينة بني غازي أو في اتجاه مدينة بني غازي. السؤال هنا كيف تتابع حكومة الأنقاذ
هذا الوضع؟ أخي الكريم، نحن نتكلم عن وضع خطير جدا، نتكلم عن السيادة الوطنية وما ينتهكها من مرتزقة موجودين في الحقول والموانئ النفطية، وكذلك نتحدث عن مجموعات إرهابية تابعة لعملية الكرامة في الشرق الليبي تقوم بالكثير من العمليات الإرهابية، والكل شاهد ذلك، وكان آخر هذه الجرائم ما يحدث في مدينة أو في منطقة دنفودة. فرأي الدفاع عن بنغازي لهم الحق في العودة إلى مدينتهم، ونشكر مجهوداتهم التي قاموا بها لتحرير المواني النفطية والحقول النفطية من وجود المرتزقة، لأن هذا العمل هو واجب على كل ليبي يحب وطنه وكل ليبي يخشى على سيادة التراب الليبي. وحذرنا الجهات المسؤولة خاصة المؤسسة الليبية للنفط بأن تقوم بتصريحات تعرقل هذا العمل، لأن من يعرقل طرد المرتزقة من الأراضي الليبية هو خائن للتراب وهو خائن للوطن. نعم أخي الكريم، نحن نبارك كل العمليات التي تساهم في تحرير التراب الليبي وكل العمليات التي تتصدى لأي مجموعة تقوم بعمل إرهابي، والكل يعلم والعالم كله يعلم أن عملية الكرامة تقوم بعمليات إرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وللأسف الشديد لها أكثر من عامان وهي تقوم بهذه العمليات الإرهابية. نعم، طيب سيد مصطفى، أشرت في كلامك عن حديث أن المؤسسات النفطية هي ملك لكل الليبيين، إذن ما رأيك في وجود مرتزقة سواء كانت عدل أو مساواة أو غيرها من المرتزقة في الحقول النفطية؟ أخي الكريم، هذا يوضح تواطؤ بعض الجهات التي تدعي بأنها تخشى على مصالح الليبيين وتخشى على أرضات الليبيين من الضياع، لأنهم لم يتحدثوا مسبقا ويقروا بوجود هذه الميليشيات التابعة للعدل والمساواة وغيرها من المرتزقة الذين أتوا بهم من دول التي تحيط بجنوب ليبيا. فهذا يدل على تواطؤ الكثير من الجهات في التغطية السياسية والإعلامية على ما تقوم به ميليشيات الكرامة الإرهابية الإجرامية. نعم، إذا السيد مصطفى المهرك المتحدث باسم حكومة الإنقاذ كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، ما زلنا في هذه التغطية، ويعود معنا إذا السيد محمد النعاس من استوديوهاتنا في طرابلس. سيد محمد، نعود إليك مرة أخرى، السؤال: ما هي الخطوة القادمة لسرايا الدفاع من خلال قراءتك لهذا الوضع الحاصل اليوم؟ أرجعت السؤال، يعني لم استمع لجميع ما قلته حضرتك، في انقطاع في الصوت. سيد محمد، إذا كنت تسمعني، كان السؤال يقول: ما هي بحسب رؤية أو وجهة نظرك، ما هي الرؤية القادمة لسرايا الدفاع، وما هي الخطوة القادمة لسرايا الدفاع؟ بحسب ما علته هذه السرايا المقاتلة التي نجلها ونحترمها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل مجهوداتها بالنصر المؤزر إن شاء الله، هم قالوا أنهم الآن سيطروا على ميناء رأس لانوف، وهذا مهم جدا جدا، لأن به مطار يستخدمه حفتر في الهجوم على منطقة الجفرة، ويجعل حتى مصراتة في مدى طائرات الميج 23، ويجعل الجفرة في مدى طائرات الهليكوبتر المي 35 التي يستخدمها المجرم حفتر. كما نعلم، سرايا الدفاع في الشهر الماضي أسقطت له طائرة نوع مي 35، واليوم أسروا له طائرة أخرى في مطار رأس لانوف. هذا يؤكد أنه يستخدم هذا المطار للهجوم على مناطق تمركز السرايا. هذا يعني أن لم يعد أمامهم إلا ميناء البريغا. البريغا تبعد حوالي 200 كيلومتر، لا حوالي 100 كيلومتر
نعم. اقل من 100 كيلومتر، اقل من 100 كيلومتر. هذا ميناء البريغا طبعا به اكبر مطار بعد راس لانوف، وهو استراتيجي مهم جدا، ويستخدمه طيران المجرم حفتر. فهو يتحرك من قاعة خروبة ومن لبرق ومن بنينة ويحط في مطار البريغا، باعتباره من ناحية جغرافية أقرب إليه، ويتحرك منه إلى راس لانوف ويهاجم. بإمكان الشباب إن شاء الله بعد ما سيطروا على راس لانوف أن خلال ساعة زمان ممكن يسيطروا على ميناء البريغا بحول الله تعالى، لأنه يبعد أقل من 100 كيلومتر. نعم. إذا سيطروا على هذا الميناء يحرم العدو من استخدام طيرانه بصورة نهائية. وبذلك يبقى بينهم وبين رأس وبين ميناء زويتينا ما يقرب من 100 كيلومتر أخرى فقط. وهو آخر ميناء في الهلال النفطي. طيب إذا سيد محمد النعاس، أفهم من كلامك أن الخطوة التي قامت بها سرايا الدفاع اليوم هي خطوة من الناحية الاستراتيجية كبيرة جدا، لكن هناك قاعدة دنيوية تقول لكل فعل ردة فعل، ما هي بحسب وجهة نظرك ردة الفعل من الطرف المقابل؟ أي نقصد هنا ما يعرف بعملية الكرامة بفقدانها لهذا الموقع الاستراتيجي. بالنسبة لقيادة عملية الكرامة التي على رأسها حفتر المجرم، طبعا سقط في يدها الآن، كشفت الآن أنها ليس جيشا نظاميا وغير قادرة على ما أعلنت أنها سيطرت عليه من مناطق جغرافية تمتد من بن جواد وحتى زويتينا، وحتى زويتينا هذا اللي هو الهلال النفطي يعني. فأثبت أنه غير قادر على الدفاع عن مواقعه، بل إنه غير متواجد أصلا، لأن بمجرد ضربة خاطفة من سرايا الدفاع تبخرت هذه القوات. وإذا صح ما رشح من أخبار أن حتى القوات الموجودة في جدابية يبدو أنها أخذت المكان وبدأت تهرب. رد الفعل هو ليس أمامه الاستخدام الطيران، استخدام الطيران. نعم. عندما لو وصلت قوات سرايا الدفاع إلى منطقة جدابية، طيران حفتر لن يكون فعالا هناك بصوره فعاله، سيضطر الى استخدام الطيران المصري كما فعل في المره السابقه التي زعم فيها انه سيطر على الـ على على الهلال النفطي وتمكنوا من ضرب حرس الحدود المتواجد هناك. انا اتوقع ان هم يستخدموا الطيران لانه لا يملك قوات ارضيه قادره على تعبئه القتال والمناوره بالقتال، لانه يعاني الان في نقص كبير جدا في الرجال وفي القادة في منطقة بنغازي، ويعاني في تضعضع، ويعاني في تهتك جبهته الداخلية. فأنا أعتقد أنه سوف يعاني كثيرا إذا أراد أن يتصدى لسرايا الدفاع. نعم. إذا السيد محمد النعاس، ابقى معي، أذهب إلى السيد عصام الزبير وهو الكاتب والإعلامي والكاتب الصحفي والمهتم بالشؤون السياسية في الحاصلة في ليبيا. إذا السيد زبير، أهلا وسهلا بك معنا. السؤال هنا يقول بحسب أنك بحكم أنك متابع جدا للشأن الليبي، أطلعنا كيف رأيت الأوضاع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله جمعتكم مباركة، وان شاء الله يا رب النصر لسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي وعن ليبيا حقيقة. هذا النصر الذي اتى بهجوم مباغت وهجوم مفاجئ حقيقة، اربك عملية الكرامة والتي جعلت تتشتت الان وتتجه اغلب قواتها الى الصحراء، خاصة ما سمعنا به من أحد المقابلات من على قناة اللبا أن أفراد عملية الكرامة الملازم المغربي الذي تحدث من كتيبة 12 تحدث بأنهم الآن موجودين، وأصبح يتكلم الآن عن معاملة الأسرى، ونفع عندما دخل هو وجماعته إلى تلك المنطقة كيف كانوا يتعاملون مع الناس وكيف كانوا يتحدثون وكيف كانوا يعصرون ويقبضون ويشتبكون حتى داخل المدينة مع الأهالي، وكيف قضوا على الأمن والسلم الذي كان في مدينة الزاوية بالذات. والآن بدأ يتكلم عن الأمن والسلم وبدأ قانون ومعاملة الأسرى، وهذا مما يدل على أن هذه القوات تهاوت، حتى أنه قال بأن قادة العسكريين هربوا ولم يجدوهم، وأن الشيوخ والأعيان الذين
طالبوهم بدعم عملية الكرامة الآن موجودون في الإمارات، وهو أنهم خرجوا من تلك المنطقة. هذا ما قاله لوحده، لم نقله نحن، ولكن هو ما صرح فيه وأصبح أمره مربك، وقال نحن بقينا لوحدنا، لا يوجد جيش ولا يوجد ذخيرة، ونحن متواجدون في الصحراء. هذه العملية حقيقة ترجع الأمر إلى نصابه، ولكن هناك نقاط أساسية لابد من التركيز عليها. يجب أن يكون الوضع الإعلامي وضع موجود كإعلام المعركة دون توضيح بعض المعطيات حتى لا يتم استغلالها من الطرف الآخر. لا. حقيقة يجب على المؤسسة الوطنية النفط الآن أن توضح موقفها، وهي التي تتكلم دائما عن الحياد وعن أن ليست طرف الصراع، كيف أن مهابط هذه المؤسسة هي كانت ملكا لعملية الكرامة، وكانت تستخدمها ولا وجود أي تنديب ولا وجود لأي شيء من مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط في ذلك. رأينا كيف تم اغتنام الطائرة في الهليكوبتر في مطار راس ملوك، وسمعنا بأن هناك طائران يخرج من مطار البلاد، وهذه الأمور لابد من إيضاحها ولابد التبين منها وإخراجها للرأي العام حتى توضع الأمور على حقيقتها. ويجب أن يحاسب كل من يستغل الصراع في ليبيا، يجب أن يحاسب ولا يترك في مكانه ومنصبه. كما أن على المجلس الرئاسي الآن أسقوه جانبا لأنه ترك حتى يتواجد في الشادية، كما قال الملازم المغربي الشادية هربوا وتركونه. الشادية الذين كانوا موجودين يجب أن يوضح موقفه، خاصة أنه صمت ولم يتكلم عن المرتزقة ولم يتكلم عن العدل والمساواة، وأصبح يتكلم عن عملية الكرامة فقط تواجدها في المواني النفطية. الآن وضحت الحقائق، هناك أسرى، هناك حتى سيارات تم الآن غنمهم، وهذا يوضح بأن الأمور ليست عملية بسيطة، بأنها عملية محكمة، وهي عملية ليست عسكرية من أجل السيطرة أو من أجل الاحتلال، بل هي عملية من أجل تطهير هذه المواني وعودتها إلى الإدارة الفعلية لليبيا، وليست عملية باستغلالها والدفع بها كما كان يتكلمون بأنهم سيضعون هذه الأموال في البنك المركزي الذي تضع طبرق، والذي لديه حساب في الإمارات، وكانوا يهددون بذلك كثيرا، وكانوا يتعاملون بأن لديهم مؤسسة وطنية للنفط ويجب التعامل معها. والآن بإذن الله إن شاء الله ستنتهي هذه الأمور وهذه الشوائب، وستبقى الأمور في مسارها الصحيح. يجب على سرايا الدفاع الآن عندما تتم تطهير هذه المواني أن تزلف وتسلم ذلك إلى المؤسسة الوطنية، وأن تدعو النائب العام للتحقيق فيما سبق عن تواجد هذه القوات وعن تواجد كل الأطراف التي كانت تعمل على تشويش المشهد الليبي، وخاصة بالهلال النفطي، على المنظمات الحقوقية والإنسانية الآن أن توضح هذه الأمور وأن تطالب النائب العام بالتحقيق فيها، لا تركها حتى لا تعود مرة أخرى لهذا المجال. حتى الدول التي تأتي بطائرانها وتتم تزويد الذخيرة لهذه القوات يجب توضيحها، على من أتى من العسكرية ودخل إلى المواني النفطية يجب تحديدها، وما منصبه وماذا يريد أن يفعل، ولماذا قدم إلى المواني النفطية التي كان يمنع دخول غير العاملين فيها. هذا يجب توضيحها، وعلى المؤسسة الوطنية النفط سيد عصام سيد عصام سيد عصام كسؤال آخر أريد أن أسألك إياه، لاحظت أن اليوم شخصيا في متابعتي للقنوات التابعة لما يسمى بعملية الكرامة انقسمت إلى قسمان. القسم الأول من تجاهل هذه النقطة نهائيا وغض الطرف عنها، أما الطرف الآخر أو الطرف الثاني فعمل على إحباط سرايا الدفاع أو تقليل من شأنهم، بل استضافوا أناسا وقالوا أن الوضع مستتب والأمور بالنسبة لما يقال أنه جيش ليبي قد تقدم اليوم، كيف ترى هذا؟ أولا يا أخي تعلم أن عملية الكرامة هي ليست موجودة على الأرض في الوضع الفعلي، هي عملية إعلامية ليس إلا، أربكت بنغازي وأدخلتها بالخوف وجعلت بعض الأفراد ينضمون إليها سواء بالمال أو بالخوف الإعلامي. هي ليس لديها وجود على الأرض، إذا قامت بعملية التعامل مع القبائل، وبالذات ما رأيناه من موقف لساوش الذي كان عمدة سابح، وكيف أنه لعب بأبناء المغاربة وعمل على ضرب بعضهم البعض في سبيل الحصول على مكاسب، وتم الاستيلاء على النفط على الهلال النفطي. لم يكن هناك حرب حقيقية، لم تكن هناك حتى قوة عسكرية واضحة. لماذا وجود الشادية؟ لماذا وجود العدل والمساواة؟ لماذا وجود هذه المعارضات التي موجودة في إفريقيا والتي اعتمد عليها القذافي في عام 2011، والتي تم استغلالها من قبل حتى
الاموال التي ياخذها حصل ومن اين يتحصل عليها، على الاموال التي يدفعها المرتزقه والتي اصبحت محتكة الان بصوره كبيره لانها اموال كبيره وعتاد وطائرات. هذا يجب فتح الملف فيه، لان فتح الملف بعد ذلك في التشويه الاعلامي الذي يمارس والذي اعلام منحاز لا يتكلم عنه، بينما يتم الحديث عن قناه النبأ وقناه التناصر ومن يخرج منهما على انه ليس اعلامي ونتحرك. حتى المراكز الاعلاميه التي لا تتابعنا اغلبها لا تتكلم عن الاعلاميين الذين في الكرامه والذين نعم سيد عصام سيد عصام يسمونه والكذب والتسفير نعم سيد عصام ولا يتم الحديث عنه نعم سيد عصام إذا كنت تسمعني أعود إليك لاحقا نبقى معي. أذهب الآن مشاهدينا إلى السيد ياسر أجبالي وهو أحد أفراد سرايا الدفاع عن مدينة بني غازي. سيد ياسر حياك الله في هذه التغطية التي تفردها قناة التناصح. السؤال هنا يقول أطلعنا عن ما جرى اليوم بالتحديد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حياك الله وحي مشاهديك الكرام وضيوفك الاعزاء. حياك الله. نحن اليوم نزف خبر هذه الفتوحات وهذه الانتصارات الى اهالينا اهالي الشهداء والى امهات الشهداء والى زوجات الشهداء والى ابناء الشهداء الى كل اصدقائنا درب الشيخ منصور فايدي والحاج احمد الشلطاني وباقي الشهداء. نضف اليهم خبر هذا الفتحات التي فتح الله بها ومن بها علينا اليوم. يعني اليوم تقدمنا اليوم احنا عودنا الى مدينتنا من بيت مغازي، تقدمنا من محور النوفليه فواجهتنا بعض القوات التابعه للعميد الكرامه، ومن ذلك واجهتنا قوات المرتزقه التابعه للقطاع الدول الافريقيه التي استجابها نجم الحرب خليفه حفتر لتنفيذ الامدادات الشخصيه ولفرقه عفوا ولفرقه مقدرات البلد ومنع تقدمنا الى مدينه مغازي في محاولات فاشله من قام كذلك باستخدام طيارات الميغ والمروحيه لصد تقدمنا، لكن الله عز وجل من علينا ان قمنا باجتياح هذه الطائرات في المنصات الارضيه ومنعها من التحليق على مستويات منخفضه، فكانت الاهداف غير دقيقة وعبثية كذلك. نعم. إذن سيد ياسر كانت هذه النقلة اليوم هي نقلة نوعية ومفاجئة في حد ذاتها، هل سنرى نقلات أخرى أو مواقف أخرى مثل الذي حصل اليوم؟ اليوم الذي رأيناه هو شيء مفاجئ جدا، هي نقلة نوعية كبيرة جدا، هل سنرى مواكبة للحدث في الأيام القادمة أم هي ستكون نقطة سكوت بعض الشيء؟ والله هذا حسب الترتيبات على الأرض مع القادة العسكريين الذي متواجدين على الأرض والاجتماعات ما تثبته باقي الأيام، لكن نحن يعني عازمون العودة إلى بيوتنا وفك الحصار على مدينة على منطقة ينقودة وتحرير الأهالي المحتجزين هناك أطفال والشيوخ والنساء الذين منعهم من الطعام والشراب ومنعهم من كل وسائل الحياة الطبيعية. نحن ذاهبون ولنا الحق، حق العودة إلى بيوتنا، حق مكتسب لا حق 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 أصيل لا 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 يتمنى لا يمن به علينا أحد، لا يمنعنا أحد من العودة إلى بيوتنا. طيب لو تذكر لنا المناطق التي يسيطر عليها حاليا مركز السرايا الدفاع عن بني غازي. قوات سرايا بفضل الله ومني تسيطر على المنطقه الممتده من النوفليه غربا الى ما بعد منطقه راس منوف شرقا. نعم. وكم تبعد عن مدينه بني غازي؟ نعم. كم تبعد عن مدينه بني غازي؟ والله تبعد حوالي 400 كيلومتر اعتقد. نعم 400 كيلومتر. اذا طيب كانت مشكله دائما رئيسيه هي الطيران الذي تواجهونه، كيف تتم او تم التعامل مع الطيران هذا اليوم؟ والله نحن اتخذنا كافه الاسباب الارضيه التي تمنع تحليق الطائرات على مستوى منخفض. استجبنا معنا عده مضادات ارضيه وبعض الاسلحه التي قد تكون فاعله في اسقاط بعض الطائرات خاصه المروحيه. نعم. سيد ياسر هل هدفكم الان هو السيطره على الموانئ النفطيه ماذا؟
هذا غير صحيح. نحن ليس لنا علاقه بالمواد النفطيه، المواد النفطيه للاسف كانت في خط عودتنا الى مدينتنا الى بنغازي. نحن ليس لنا اي اهداف وليس لنا هدف الا هدف وحيد وهو العوده الى مدينتنا الى بيوتنا ورجاء اهلنا المهاجرين عنوه من بيوتهم، رجاء معززين مكرمين مطمئنين الى بيوتهم. هذا فقط، لكن ليس لنا اي اهداف إذن سيد ياسر أريد أن أختم معك لربما برسالة تحب أن توجهها لكل من يشاهدك الآن على أو يستمع عليك الآن على قناة التنصح، تفضل. أنا أوجه نداء إلى ثوار مدينة بنغازي خاصة وإلى ثوار ليبيا عامة للمشاركة في هذا الفخر وهذه الملاحم، هذه الملاحم التي يسطرها أبطال السرايا. أدعوهم للمشاركة في كتابة التاريخ والتقدم الى مدينه بنغازي لفك حصار عن اهالينا المحاصرين في منطقه قنفوذه والى ارجاع اهالينا معززين مكرمين مطمئنين الى بيوتهم التي هجروا منها عنوه وقصرا. نعم، اذا السيد ياسر رجبالي احد افراد سرايا دفاع مدينه بنغازي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نعود اياكم الى السيد محمد نعاس في استوديوهاتنا في العاصمه طرابلس. سيد نعاس، اذا كنت تسمع الى السيد ياسر، ما تعليقك على الكلام الذي قاله؟ الكلام الذي قاله هو كلام واقعي ويصف الميدان، والحقيقه يعني يجعلني اوجه نصيحه الى اخوتي الاعلاميين في كل من قناه النبأ والتناصح الا يبالغوا في توصيف الحدث. الموضوع وما فيه كما قال أخونا المتحدث، نعم، هو الرجوع إلى البيوت التي هجروا منها، لا علاقة لهم لا بموانئ نفطية ولا بأهداف اقتصادية. من الناحية العسكرية هذه القوات طريق مسرح العمليات متاعها يمتد من بن جواد إلى بنغازي، هذا مسرح عملياتها. في الطريق تتعامل مع تمركزات ومفارز للعدو أنا لا أدري إذا كنت تسمعني لأن هناك صدى للصوت. نعم أسمعك سيد نعاس، تفضل. هناك تمركزات للعدو وكذلك مفارز تتعامل مع هذه القوات للوصول إلى هدفها في الطريق. عسكريا يتم تطهير مسرح العمليات وطرق الحركة الخاصة بالقوات واحدة بعد الأخرى للوصول إلى الهدف وتأمين المناطق التي يستولون عليها. هذه القوات ليس من استراتيجيتها التعامل او السيطره على الموانئ النفطيه. الاعلام يجب الا يركز على هذه النقطه لان هذا يجلب انتباه الاجنبي وقد يعتبرهم لديهم اطماع. نعم، ولكن سيد نعم. محمد النعاس، نحن نركز على هذه النقطه نظرا لهذا الانجاز الباهر لسرايا الدفاع. لا نقول باهر، لا نصف، لا المعركة في بدايتها نعم. وهناك ردود أفعال سوف يقوم بها العدو. العدو يتعامل مع طرف خارجي إقليمي ودولي، يتعامل مع الطيران الفرنسي، يتعامل مع الطيران المصري المجرم. يعني نحن امبارح طبعا السيسي السفاح السيسي زار ألمانيا والتقى برئيسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقال بصريح العبارة، قال نحن من توابت السياسة المصرية أن ندعم الجيوش المحلية للسيطرة على الحكم للقضاء على ما على الآثار التي وقعت في الست سنوات الماضية. فنحن نواجه لسنا نواجه حفتة في الحقيقة، نواجه السفاح السيسي ونواجه دولة آل نهيان ونواجه الطيران المصري الذي منع سقوط حفتر. ولذلك لا نضخم الحدث، ما زال هناك كثير مفاجآت. أبناؤنا ندعو له بالسلامة وندعوهم إلى التأني وإلى عدم السرعة في الحركة والتنقل وإلى تأمين المناطق التي يصل إليها ومع الاتكال على الله سبحانه وتعالى. لا نضخم الموضوع لأن المعركة قد تشتد يوما بعد يوم. نعم سيد محمد النعاس، ابقى معي قليلا اذهب الى سيد اعود الى سيد عصام الزبير الكاتب الاعلامي. سيد عصام، اذا استمعت لكلام ياسر وهو احد افراد سرايا الدفاع عن بنغازي، كيف تعلق على ما قاله السيد ياسر؟ هو حقيقه الكلام الذي قاله هو كلام واقعي وحقيقي، لكن لم يتم التركيز حتى الان على الشان النفطي، لان الشان النفطي حقيقه هو مرور تحصيل حاصل، هو مرور قوات، هذا لابد ان تمر من الميدان النفطي ولابد ان تعمل على تطهيرها، لا يمكن ان تترك قوات خلفك.
أما الوضع الإعلامي حقيقة يجب التركيز حتى على ولو لبعض الحقول النفطية، لأن الحقول النفطية هو كانت رقم بيتحضر من أجل التأييد الدولي، خاصة وأن حتى كان ضعيفا في وقتها، وعندما زاد بذلك أصبح العالم يدفع حتى إعلاميا بأن حتى هو الذي يسيطر، بأن حتى هو المسيطر على الطاقة وقود الليبيين، وأنه رقم مميز. ولكن أنا أقول لك بأن عند السؤال السابق الذي قلت لي ما وضع القنوات، أقول لك ألم تقول هذه القنوات لأن بنغازي في أمن وأمان، وأن حتى بعد حدوث عمليتين اغتيال الأخيرتين التي لم تكن بمجرد سبور هم يتكلمون عن طرابلس، لأن الميليشيات يدفعون بذلك. حتى نحن عندما يتصل بين بعض الأفراد من الشرق يعتقدون بأننا نخرج تحت حمامات الدماء وأن الأمور داخل العاصمة غير آمنة، وهم يعلمون جيدا بأن الذين يستغلون الحصن هم الذين يزودون ميزانية الدولة الليبية، وهم الذين يدفعون بالعمل والحركة في ليبيا. نحن الذين الطلاب يذهبون إلى المدارس والجامعات والموظفين يذهبون إلى أعمالهم ومساجد مفتوحة وأمور قد تأتي ليست كلها مطلقة ولكن سياسيا بنوع ما تعتبر آمنة بمقارنة بما يحدث في بنغازي، ولكنهم يدفعون لأن بنغازي بلد الأمن والأمان، أن الوضع في بنغازي جيد وخاصة بعد عملية الجيش حتى، بالرغم من أن كل التفجيرات وكل الذي يحدث في المنطقة التي يسيطر عليها حتى، وهذا زيف إعلامي وخروج عن المألوف ووضع غير صحيح، لأن إعلام منحاز، إعلام نفس ما كان سلطوي، نفس ما كان في 42 سنة الماضية، وهو متابعة وملاحقة للسنوات الماضية حقيقة. ولذلك هناك بعض الناس ما زالت مسكونة بهذا الإعلام وما زالت تتابعه وتعتقده، حتى أن البعض نرى ينتظرون في الغرب الآن وفي طرابلس حقيقة ينتظرون قدوم حتى قال لك بأنه سينتقم من هذه الميليشيات التي هي موجودة والتي الميليشيات التي هي موجودة وينتقم من هذه الأوضاع التي في طرابلس ويأتي وينظم الأمور. أنا لا أعتقد أنه ينظم الأمور بمجرمين وبأولياء دم وغير ذلك التي تثبت أن سياسة الانتقام وغيرها، حتى أن منظمة العفو الدولية أوضحت بأن هذا الجيش الذي موجود عند حفظ هو عبارة عن جيش سابق بالإضافة إلى أبناء قبائل وأولياء الدم، هذا واضح، العالم كله عارف، وانت في داخل بلاد تتعامى في سبيل تصفيه حسابات وتحقيق بعض المكاسب لنفسك من اجل فوز فريق على فريق، لذلك يستغل الاعلام هذه النقطه ويدغدغ مشاعر هؤلاء ويدفع بهم الى امور، حتى ان البعض بدا يرى الحقيقه الان ويقول لك انه جميل، ها قوات تتبع البرغفي لا يمكن، قوات مش عارف شنو، هذه كلها اتت من نتيجه الضخ الاعلامي، ولكن اعتقد ان الكثير من الناس عندما تتضح لهم الحقيقه ينحازون الى الحقيقه سواء طمعا او خوفا او معرفه للحقيقه، وهذه لابد ان تكون واضحه جدا. نعم، اذا السيد عصام الزبير الكاتب الاعلامي الصحفي، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، هذا ونشرت وكالة بشرى الذراع الإعلامي لسرايا الدفاع صورا تظهر سيطرتها على طائرات مروحية وأيضا آليات الميليشيات حفتر في مطار رأس لانوف وذلك وسط البلاد. We'll be right back.
نعم. إذن مشاهدينا هذه الصور للطائرات العسكرية التي غنمها مقاتلو سرايا الدفاع في أثناء هذا التحرك لليوم، نتابع. نعم إذا مشاهدينا متواصلون معكم في هذه التغطية، ومعنا عبر الهاتف الآن العميد مصطفى الشركسي وهو القيادي بسرايا الدفاع عن بني غازي. سيادة العميد أهلا وسهلا بك معنا، أطلعنا عن ما جرى اليوم. ألو. نعم سيادة العميد. إذا كنت تسمعني سيادة العميد حياك الله في هذه التغطية المقدمة من قناة التناصح، والسؤال هنا نريد منك أن تطلعنا أو تضعنا في صورة الأحداث التي وقعت اليوم. والله هي ليست أحداث، هي بل نزع الظلم والانقلابيين الخونة من خانة وثورة 17 فبراير وما بعدها، وكانت الخطة محكمة بأن تقدمنا سرايا الدفاع عن طريق سبع سرايا الدفاع. طبعا معروف ان تركيبة سرايا الدفاع من منطقة بنغازي العسكرية ومن الثوار مدينة بنغازي، وسرايا الدفاع هذه تركيبتها. وتقدمنا ومررنا بعدة من طردناهم من منطقة النوفلية ومن منطقة بن جواد والسدرة وصولا الى منطقة راس نلوف، وتم السيطرة على طائرة عمودية نوع 135 مذخرة ومسلحة كان يراد بها قصف ثوارنا من سرايا الدفاع. وطبعا استحنا من هذه الطائرتين، طائرة اسقطناها وهذه الطائرة الثانية، هذه ما ترمي البراميل على مدينة بنغازي، دمرت مدينة بنغازي وتقتل الاطفال والنساء في مدينة بنغازي. وتمت السيطرة والحمد لله، ليس لدينا اي خسائر، حتى جريح لا يوجد لدينا، والامور طيبه والحمد لله، والان نسيطر. وطبعا نحن بالنسبه للموانئ النفطيه احب ان نوضح ان لا تعنينا حقيقه يعني لتاتي اي جهه شرعيه سواء الحرس الوطني او اي جهه منظمه عسكريه تابعه لهذا الصف، صف ثوره 17 فبراير الباقيين على العهد، وليامنوا هذه الحقول. اما نحن وجهتنا الحقيقيه هي مدينة بنغازي، وفك أسر أهلنا داخل المدينة، وفك الحصار على من موجودين في قنفوزة ويعانون من قصف طيران الأجنبي الإماراتي وطيران حفتر والقصف بالمدافع الثقيلة. نعم إذا سيادة العميد تحدثت عن غنمكم لبعض الطائرات في هذه. نعم سيادة العميد إذا كنت تسمعني، تحدثت شخصيا عن حصولك على مطلوب. سيادة العميد نعم، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول العودة إليك سيادة العميد مصطفى الشركسي. إذا مشاهدينا متواصلون معكم في هذه التغطية والتي تفرد قناة التناصح بشأن تقدم واضح لقوات سرايا الدفاع ووجهتهم نحو بني غازي لعودة المهاجرين والنازحين منها كما جاء
في بيانهم. نعم نعم، بالعودة إلى السيد محمد النعاس ضيفي في الاستوديو. سيد محمد، كيف تعلق على كلام القيادي في سرايا الدفاع عن بني غازي العميد مصطفى الشركسي؟ أولا أحيي أخي المجاهد العميد مصطفى الشركسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب على يديه وإخوانه ورفقائه في السلاح الآن وفي هذه الحركة المباركة، أن يكلل الأمر بالنصر، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يمتعنا وإياهم بسقوط المجرم حفتر إن شاء الله عاجلا غير آجل. نعم، هذه ناحية. ما قاله السيد مصطفى الشركسي هو كان مطابقا لما طلبت به أنا من قول. قال نحن ليس من أهدافنا التكتيكية والاستراتيجية ما يتعلق بالموانئ النفطية، نحن لدينا هدف واحد هو الرجوع إلى بيوتنا الذي هجرنا منها، وهذا هو الصحيح، وهذا ما يجب أن يركز عليه الإعلام. أما عن غنم هذه الطائرة فهو مكسب كبير إن شاء الله، وأسأل الله أن يتمكن من تحويلها هذه الليلة من مكانها حتى لا يقصفها حفتر في الغد فيخسرونها، أرجو أن يتمكنوا من ذلك. طيب، هل يمكن الاستفادة من هذه الطائرات أم ماذا؟ لا طبعا، لأن سلاح الجو الليبي يعني 90% منها سوفيتي، وهناك كثير من الضباط وإن كانوا من كبار السن لهم خبرة في قيادة هذه الطائرة يعني. نعم، إذن سيد نعاس نريد منك سؤالا، وهو ما الواجب على سرايا الدفاع وبماذا تنصحهم شخصيا؟ والله أنصحهم بالتكتم وعدم توسيع الخطوة، يتحركوا رويدا رويدا ولا يستعجلوا الأمور، ويجب عليهم أن يتوقعوا أن كل يوم أصعب من يوم، لأنهم تلقوا درسا كبيرا جدا عندما كانوا على مشارف قمينس وعلى وشك أن يصلوا إلى بنغازي. تدخل الطيران الفرنسي بتقنيته العالية وأرهقهم بالخسائر في الأرواح والمعدات، فنأمل أن يأخذوا هذا. أنا لا أقول هذا تخويفا، ولكن من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنا متأكد أنهم هم يعني هم وقيادة حكيمة زي قيادة العميد مصطفى الشركسي. نعم، سيد نعاس، أنا متأكد أنهم من الحكمة بحيث هم يعوا ما أقوله جيدا. نعم سيد نعاس، وكل ما هنالك أنا أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم سيد نعاس، ابقى معي قليلا، يعود معنا الآن العميد مصطفى الشركسي، وكما قلنا وهو القيادي في سرايا الدفاع عن مدينة بني غازي. سيد مصطفى، إذا كنت تسمعني تحدثت قبل قليل عن غنمكم لبعض الطائرات، كيف يمكن الاستفادة منها؟ ألو. نعم سيادة العميد. سيادة ضعيف، ما نسمعش فيك. نعم سيادة العميد، إذا كنت في الاستماع تحدثت عن غنم قواتكم لبعض الطائرات. سيادة العميد. نعم. ألو. سيادة العميد، إذا كنت تسمعني كيف يمكن الاستفادة من الطائرات؟ يبدو أن سيادة العميد لا. نعم سيادة العميد. مطلوب. نعم. يبدو أن الاتصال قد انقطع مرة ثانية مع العميد مصطفى. أعود إليك سيد نعاس، لما زلنا نتحدث عن اغتنام الطائرات وكيف ستؤثر على مجريات هذه الأحداث. طبعا خسارة العدو لطائرتين من نوع 135، وهي طائرة هليكوبتر تكتيكية تهاجم الأهداف الأرضية وتهاجم تجمعات العدو وتمركز آلياته، يعتبر خسارة ثقيلة جدا، لأنهم يحصلون على هذه الطائرات بصعوبة عن طريق المصريين وعن طريق السوق السوداء المتواجدة في أوروبا الشرقية. نعم. فخسارة مثل هاتين الطائرتين يعتبر، لأن هذا ما بالإضافة إلى مهمتهم القتالية يستخدمونهما حتى في أحيانا في خلال الجرحى وتوصيل القيادات والتواصل مع تمركزات القوات في الميدان، فهي خسارة كبيرة بالنسبة لهم. إذن سيد محمد النعاس، خلال هذا التقدم لقوات سرايا الدفاع كيف يؤثر أو كيف سينعكس على الأوضاع داخل بني غازي وبالتحديد في المحور الغربي؟ طبعا كما نعلم أن ما يسمى بعملية الكرامة تقوم على التضخيم الإعلامي، فالآن أتباع حفتر، وترى هذا حتى ارتباك في القنوات التابعة عليهم اليوم، فوجئوا بهذه العملية، لأن حفتر كذب عليهم وقال لهم نحن الآن نسيطر من طبرق
إلى بن جواد، وأعلنوا قرارات كثيرة جدا ومناطق عسكرية وأمراء مناطق عسكرية، ومنها حتى تعيين العقيد إدريس مادي رئيسا للمنطقة العسكرية في الممتدة من الجفرة إلى رأس جدير وما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذي لا ينطلي علينا نحن كمحللين عسكريين. وكذلك ولكن فهم الآن يفاجأوا بأن هو في هذه السرايا البسيطة استطاعت أن تزحف في مسافة حوالي 300 كيلومتر من بن جواد إلى 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 رأس لانوف، يعني في ليلة أو ليلتين فقط. إذن أين هو جيشهم؟ الآن سيصاب بإحباط وانخفاض في الحالة المعنوية لهم. نعم السيد محمد، كسؤال آخر، الاستراتيجية التي لربما على الآن الثوار داخل المحور الغربي اتباعها بعد أن تصل إليهم، أو بالتأكيد هي وصلت بعد وصولها للمعلومات لتقدم سرايا الدفاع، من تقصد الثوار أم سرايا الدفاع؟ أقصد ما هي الخطوات الواجب على الثوار الآن داخل بني غازي القيام بها؟ بالنسبة للثوار هذه أخبار مفرحة، هذه أخبار مفرحة جدا، لأن أي ضربة يتلقاها المجرم حفتر ميدانيا ترفع من معنوياتهم ويشعرون بنصر الله ونفحة من نفحات رحمته إن شاء الله، يعني في شك ذلك يعني. نعم إذن يعود معنا العميد مصطفى الشركسي، ابقى معي سيد محمد نعاس، نعود إلى كما قلنا مشاهدينا إلى سيد مصطفى الشركسي. سيد مصطفى، كنا نتحدث عن الطائرات التي غنمها قواتكم قوات سرايا الدفاع، كيف ستؤثر على مجريات الأحداث في اليومين في الأيام القادمة أقصد؟ الرقم نعم. إذا نفقد السيد مصطفى الشركسي مرة أخيرة ونعود إلى السيد محمد نعاس. سيد محمد نعاس، طلبنا منك ما هي الخطوات الواجب على مجلس شورى ثوار بنغازي داخل المحور الغربي القيام بها في ظل التقدم لسرايا الدفاع في اتجاه مدينة بنغازي؟ بالنسبة لمجلس شورى مجاهدي بنغازي لا يستحقون أن نوجه عليهم، يعني الحقيقة يعني هم الذين ينصحوننا، هؤلاء يقاتلون منذ 3 سنوات ولهم خبرة في مقارعة هذا المجرم ومن وراءه من قوى إقليمية ودولية، هم معنوياتهم مرتفعة، هم أسود في الحقيقة، يعني الرجل منهم يساوي 1000 من الحتالة بتاع حفتر، يعني الذي يمارس القتل وليس القتال. فهم الحقيقة يعني نحن كل ما هنالك أن نساعدهم بالدعاء، ولكن أخبار اليوم مفرحة لهم لا شك في ذلك، يعني لا شك في ذلك. نعم إذا نبقى معي سيد محمد نعاس، أذهب إلى السيدة شمس القماطي وهي إحدى الحرائر في مدينة بني غازي والمتواجدة هناك في المدينة. سيدة شمس، كيف كان وقع هذا أو هذه الأخبار عليكم في مدينة بني غازي اليوم؟ سيدة قماطي، نعم سيدة شمس إذا كنت في الاستماع. نعم إذا نعود إلى سيد محمد نعاس. سيد محمد، طيب هذا كان وقع كما قلت على مجلس شورى ثوار بنغازي، الآن كنا نحاول أن نتحدث مع أحد بنات في مدينة بنغازي، كيف تتوقع أن كان وقع الخبر على المواطن البسيط في بنغازي؟ طبعا بالنسبة لبنغازي كما هو الشأن في طرابلس، يعني هناك جمع كبير من الناس يصدقون خزعبلات وتجيل حفتر، هم مخدوعون، وكثير منهم في بنغازي للأسف الشديد صدقوا بمقولة الجيش الوطني وإلى آخره، لكن نحن كمحللين عسكريين نعرف أن هذا كله عبث في عبث. نعم نحن يكفي أن نذكر أنه من حوالي 4 أيام في عملية اغتيال مات فيها المجرم الورفلي، كنا نعتقد أن آمر المحور الغربي، وأنا تكلمت على هذا في الفيسبوك، نشرت على هذا الفيسبوك، المحور الغربي كنا نعتقد أن أحد كبار الضباط بنسبة عميد أو عقيد أو على الأقل مقدم يقود المحور الغربي في مدينة بنغازي، فوجئنا بأنه ضابط صغير برتبة نقيب يقود هذه العملية الإجرامية كلها، وهو يقول أن جيشنا الباس اللي يقاتل. إذن أين هيئة أركان حرب حفتر؟
أين تخطيط العمليات؟ أين الاستراتيجية؟ أين تحركات ضباط الكبار على مستوى التكتيكي والعمليات؟ نعم سيد محمد، نحن من باب التحليل العسكري نعلم أن ما يقوم به حفتر هو مهزلة، ومن 3 سنوات قلنا أنه كذاب وأنه لا يقاتل، فالقتال علم وفن وعقيدة، إنما هو يقتل، هو مجرم. القتل سهل، أما القتال فهو صعب، لأنه يعتمد على الروح القتالية وعلى حسن التجهيز والتنظيم والقيادة. أنا متأكد أن منظومة القيادة والسيطرة اللي عند حفتر هي صفر، والدليل على ذلك أنه ضابط صغير برتبة نقيب يقود في محور قنفودة اللي هو أخطر وأسخن محرم يعني محور موجود في بنغازي، ورأينا أنه انتهى نهاية سيئة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهي أمثاله. نعم. فإخواننا في بنغازي يجب أن لا يصدقوا هذا المجرم، هذا لا يملك جيش، هو يورطهم في القتل ويحطم النسيج الاجتماعي ويفرق بين الناس، وهو عميل أجنبي وسوف يتركهم في الوقت المناسب ويقفز من السفينة كما تقفز الفئران عندما يتم دوره. نعم، إذا نبقى معي سيد محمد النعاس. أذهب الآن مشاهدينا إلى السيد محمد سعد وهو أحد ثوار مدينة بنغازي. سيد محمد سعد حياك الله. سيد محمد، سيد محمد سعد إذا كنت في الاستماع، سيد محمد إذا كنت في الاستماع، السؤال كيف كان وقع التقدم لسرايا الدفاع في اتجاه مدينة بنغازي؟ والله ما شاء الله يا أخونا. السلام عليكم أولا. نعم سيد محمد. السلام عليكم. نعم عليك السلام سيد محمد، سألتك كيف كان وقع خبر تقدم قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وقيامها بهذه الخطوة الجيدة إلى حد ما. نعم والله أولا ما شاء الله، الله أكبر، نبارك الشعب الليبي، انتصارات شباب بنغازي سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي على التقدم على الحقول النفطية تحريرها من المرتزقة والأزلام، وبالنسبة كيف كانت ما شاء الله ردة فعل كويسة من شباب واهالي مدينه الجابيه، مدينه البريقه، مدينه راس صاروخ، من اهالي سكان مدينه بنغازي، وصارت حتى صارت خيرات مفاجات كويسه لوين جيت، وممكن حتى اليوم تسمعين اخبار طيبه. الناس صارت المؤامره ان اللي سيطر على الحقول النقطيه انه مرتزقه وازلام، مش كيف ما يقول اعلام الكرامه ولا الفاشل الاخير حفتر يقول ان هذا جيش وطني وكذا، وحتى الاسرى لدى سرايا الدفاع عن بنغازي حتى تشكو اهالي بنغازي والليبيين كلهم ان العصابات اللي كانت مسيطرات على الحقول النقطيه ما مش ليبيين اصلا، يعني مرتزقه افارقه، ورده الفعل نتاع الناس حتكون باذن الله ايجابيه، والناس اضطرت للمؤامره باش حفتر يسيطر على حقول النفطيه والموارد الليبيه. نعم نعم سيد محمد، هل من خطوات سيتخذها مجلس شورى ثوار بنغازي داخل المدينه في ظل هذا التقدم من سرايا الدفاع؟ والله ما شنو اقول لك، ما الله اكبر، طبعا ما اقدر اتكلم معك في امور عسكريه، عرفت، لكن ان شاء الله الامور طيبه باذن الله. حتسمع من الساعات القليله القادمه، حتسمعوا ما بنغازي ومن خارج بنغازي ومن اكثر من منطقه حوالي مدينه بنغازي، حتسمع اخبار طيبه باذن الله. نعم، اذا هل نتوقع ان نشاهد تطورات للاحداث في الايام القادمه؟ والله نسال الله من فضله، والله الله اعلم، لكن ما على الله صعيب باذن الله، حتسمع اخبار طيبه، ما بيش نوضح لك اكثر. نعم. لكن هاليومين الجايين حتسمع اخبار تسرق ان شاء الله. طيب اذا لربما تريد ان توجه رساله الى قوات سرايا الدفاع عن بنغازي. والله انا نوجه رساله لكل الليبيين، لكل الثوار، انهم يشدوا الهمه وينصروا ويساعدوا اخواتهم سرايا الدفاع عن بنغازي، عادوا يجتمعوا ويلتموا في نقطه معينه ويلتحقوا باخوانهم سرايا الدفاع عن بنغازي لرد الحقوق والمظالم الاهلى ولعوده المهاجرين لمدينه بنغازي، وفي نفس الوقت باش يحافظوا على ارزاقهم من هنا الحقول النفطيه والموانئ النفطيه باش يامنون ويرد الاحضان الدوله من جديد. نعم اذا سيد محمد سعد احد ثوار مدينه بنغازي، شكرا جزيلا لك. نعم نعم السيد محمد النعاس اذا كنت في الاستماع، استمعنا الان الى كلام السيد محمد سعد وهو لا يريد أن يوضح بالتحديد، ولكن هناك خطوات قادمة في الأيام القادمة، كيف تتوقع أن تكون هذه الخطوات؟ طبعا المعركة نستطيع القول أنها بدأت البارحة واليوم، ومستوى التقدم لسرايا الدفاع بالمنطق العسكري يعتبر ممتاز جدا جدا، يعني فهم قطعوا مسافة كبيرة جدا وسيطروا على مناطق استراتيجية في زمن قياسي، ما يدل أن العدو ليست له استعدادات أو قوات أو تمركزات مخيفة.
ولكن احيانا سرعه التقدم تكون فخ، ولذلك يجب الا يغتروا بهذا التقدم وان يكونوا حذرين جدا. والمثل يقول انما يؤتى الحذر من مكمنه، يجب ان يكونوا حذرين بعد توكل الله سبحانه وتعالى، وان يكون هدمهم الاول هو السيطره على ما وراء ظهورهم، والا يتركوا العدو ان يضربهم وراء ظهورهم. أنا عجبت كثيرا الحقيقة من الناحية التعبوية في الميدان، يعني أن هم تجنبوا المرور بوادي كحيلة. وادي كحيلة هذا حفتر استطاع أن يضرب فيه القوات التي انطلقت من مصراتها منذ سنتين في محاولة السيطرة على الهلال النفطي، فتمركزت قواتهم في وادي كحيلة وهو مانع طبيعي، وعندما جاءت القوات يعني وجاء الطيران أوقعوا فيهم عشرات القتلى. فأعجبت بتكتيكهم، وهم استخدموا المحور الجنوبي الصحراوي تجنبا لهذا المانع الطبيعي، واستطاعوا أن يلتفوا على نقاط استراتيجية مهمة جدا جدا، وأنا فرح بذلك وأنا أغبطهم على هذا الانتصار. ولكن أقول لهم احذروا، فالأيام القادمة قد تكون حبلى بالمفاجآت، وأنا متأكد أنهم محذرون. نعم، إذا سيد محمد أنا عاسب معي قليلا، نذهب إلى السيد محمود الفتوري وهو أحد أفراد سرايا الدفاع عن بنغازي. سيد محمود إذا كنت في الاستماع حياك الله. سؤال هنا، نريد منك أن تطلعنا أو تضعنا في صورة الأحداث التي وقعت اليوم بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذه المقاطعة، الله عز وجل كان بفضلي ومني وكرمي على شبابنا، كانت الحمد لله فيه عنصر المباغته في الاقتحام. كانت العدو كان العدو متهالك ومتهاوي ومنهار جدا، كان معتمد بالدرجه الاولى على المرتزقه اللي هم يمثلون البشرى السمراء، ولله الحمد منا هربوا باعداد كبيره في ناحيه الجنوب، بحيث ان تمكن الشباب من السيطره على المناطق يعني مناطق بسيطه فقط هي اللي كانت فيها مواجهات او اشتباكات عنيفه، ولكن تمكن الشباب من السيطره والاحكام على السيطره على المناطق هذه. والى الان طبعا يقوم الشباب بتمشيط المناطق اللي تم تحريرها بالكامل. تحصل الحمد لله على 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 مواقع استراتيجيه وحيويه اللي هي الهلال النفطي بالكامل تحت السيطره ولله الحمد. الان هم مركزين في نقاط متقدمه ما بعد راس البوط، قاعدين الان في اعاده ترتيب الصفوف من جديد وبدء من جديد في المعركه والتقدم الى اجدابيه باذن الله تعالى. نعم، طيب سيد محمود لو تذكر لنا المناطق التي تسيطر عليها حاليا قواتكم، أي قوات سرايا الدفاع عن بنغازي؟ نعم، هي المعركة بدأت ولله الحمد طبعا من منطقة هراوة، من منطقة هراوة إلى منطقة النوفلي الوادي الحمر، تم تحرير الوادي الحمر، كذلك النوفلية، كذلك بن جواد، كذلك منطقة سدرة بالكامل، كذلك النوفلية بالكامل، راس لانوف عفوا، منطقة وكانت فيها في 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 منطقة راس لانوف في قتال شرس او اشتباك عنيف يعني في المنطقة هذينا، وتم تحرير ولله الحمد الى الان بالكامل والسيطرة عليه بالكامل. طيب اذا سيد محمود لربما نختم معك برسالة تحب ان توجهها لكل من يشاهدك الان على قناة التناصح ولكل الثوار في المدن الليبية. نعم، هي طبعا بالدرجه الاولى كان الغرض من الدخول على المواني النفطيه هي تحريرها من مرتزقه من ميليشيات حفر الغير نظاميه، وكذا طبعا الوجهه الاساسيه طبعا معروفه هي مدينه بنغازي، عوده المهاجرين الى 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 بيوتهم والى مناطقهم والى اراضيهم بالكامل، وكذلك تسليم المواني الى السلطات الليبيه المتمثله في سواء في وزاره الدفاع سواء في المجلس الرئاسي، يعني تسليمها الى المؤسسه الوطنيه للنفط عن طريق قوات نظاميه
تستلم المواني النفطية بصفة رسمية بتكليف رسمي من السلطات الليبية، ومن ثم التقدم بإذن الله تعالى إلى مدينة بنغازي. نعم، إذن السيد محمود الفتوري كنت معنا أحد أفراد سرايا الدفاع عن بنغازي، شكرا جزيلا لك. نعود وإياكم مشاهدينا إلى السيد محمد النعاس في استوديوهاتنا في طرابلس. سيد محمد، نريد منك تعليقا على كلام السيد محمود الفتوري أحد أفراد سرايا الدفاع. سيد نعاس، الصوت غير مسموع. نعم سيد نعاس، إذا كنت في الاستماع نريد تعليقك على الكلام الذي قال به أو نطق به السيد محمود الفتوري وهو أحد أفراد السرايا. لم أسمعك. نعم سيد نعاس، إذا كنت في نعم ابقى معي سيد نعاس إلى حين إصلاح هذا الخطأ. في الاتصال أذهب إلى السيدة شمس العقوري وهي إحدى الحرائر في بنغازي والمتواجدة هناك في المدينة. سيدة شمس، إذا كنت في الاستماع نريد منك أولا كيف وقع الخبر أو كيف كان استقبال الخبر في بنغازي؟ الله أكبر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. والله أكبر والله الحمد، نسأل الله أن يحفظ شبابنا وكانوا في الموعد. الله أكبر، نحن تحفظنا أمنية، نحن فرحنا ونحن قاعدين نراجع زوارنا، كنا مستعدين. نعم. ألو؟ نعم سيدة شمس. نعم زوارنا كانوا في الموعد. الله أكبر، نحن تحت قبضة أمنية يا أستاذي، نحن في الرعب والخوف والخطف في كل مكان، نحن عايشين في رعب تحت قبضة أمنية عنيفة. بنغازي تعاقب من حفر من أجزاءنا. تسمع فيا يا أخي؟ نعم أسمعك سيدة شمس، تابعي. والله نقول الأهل في بنغازي ونسائنا في بنغازي انتفضوا كيف ما انتفضنا في 17 فبراير. هذه ثورة مضادة، هذا انقلاب على الثورة، هذا دمار بنغازي، هذا حتى حط يده في يد الأجزاء. جاب 32 شبابنا خطف وقتل وسجن. نحن درنا ثورة باش نبعدوا أحرار، نحن درنا ثورة باش نعيشوا بحرية. نحن ردونا الحكم العسكري من جديد، ضرب وقتل وخطف، جرنادة مليانة. نحن تعبنا يا أخي، نحن تعبانين، نحن الآن نحن عرب بنغازي تعبانين، قاعدين تحفظ أمين تراجع في أسودنا. والله الدجال كلها تراجع في الأسود وفرحانة، الناس كلها تغرق في الدجال، كنا فرحانين ورجوبين. الله أكبر على زوارنا. الله أكبر، الله أكبر، وربي يحفظهم وربي ينصرهم. نحن الحمد لله كنا جو في الموعد، وربي ينصر زوارنا في قنفوز المحاصرين اللي ناس الجوع جعانة وعطشانة ما فيش حد يطبيهم. والله قسما بالله ما عمرها صارت في العالم اللي صار لنا نحن في بنغازي، ما عمرها صارت في العالم. الحمد لله، الحمد لله ان جونا زوارنا، نحن زوارنا في الموعد دائما. والله أكبر، الله أكبر. نعم سيدة شمس، إذا لربما تريد أن توجه رسالة لكل من مجلس شورى ثوار بنغازي وأيضا قوات سرايا دفاع عن بنغازي، تفضلي. الله أكبر، وربي يقويكم وربي يسركم، بس الحذر من الخيانات، الحذر من الدسائس. مرات يجي معاك كامبات مبسوسة فيهم ينبيهم ياخذوا الحذر ويغطوا ظهورهم لاورا. والله اكبر، ربي ينصرهم، واحنا قاعدين ندعو لهم ونصلي معاهم، ربي ينصرهم بالدعاء. نحن هذا اللي بيدينا. نعم اذا سيده شمس العقوري وهي احدى الحرائر في بنغازي والمتواجد ايضا في المدينه، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطيه والتي تفردها قناه التناصح للتقدم الملحوظ لقوات سرايا الدفاع عن بنغازي باتجاه الى المدينه، وذلك تحت السببين الا وهما عوده المهاجرين اولا والنازحين ثانيا. وهذه انشوده لقوات سرايا الدفاع عن بنغازي. يا مدينة ولك زمان علينا، لولا ثوار الشورى، لولا ثوار الشورى ما بيوعى يا مسكينة، ما بيوعى يا مسكينة. أوه 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 أوه.
بنغازي من سيناها في وسط القلب غلاها بنغازي من سيناها في وسط القلب غلاها غير الظالم خلاها غير الظالم خلاها من ظلم اليوم حزينة من ظلم اليوم حزينة يا بنغازي هم الداعين الغازي ثوارك يا بنغازي هم الداعين الغازي ما من لي كائن هزي ما من لي كائن هزي تم في حال شينا تم في حال شينا ما ملي منا راعش حفترها الربهم داعش حفترها الربهم داعش ويبي لصقها فينا ويبي لصقها فينا بنغازي بنغازي كنتي جنة ناسك طيبة ومحنة بنغازي كنتي جنة ناسك طيبة ومحنة واليوم ترابك كنا واليوم ترابك كنا كم جثة فيه دفينا كم جثة فيه دفينا بنغازي ما داروا غير العار خلوا البلاد دمار ما داروا غير العار خلوا البلاد دمار لا أمن ولا استقرار لا أمن ولا استقرار لا مطار ولا ميلا لا مطار ولا ميلا بنغازي نعم مشاهدينا الاعزاء حياكم الله من جديد وما زلنا متواصلين في هذه التغطيه والتي تفردها قناه التناصح. معنا في هذه اللحظات وعبر الهاتف بالتاكيد السيد مروان درقاش وهو المحلل السياسي. سيد درقاش حياك الله، كيف تتابع الاوضاع سياسيا من الناحيه السياسيه في الشان الحاصل اليوم؟ تقصد انت تتحدث عن نعم. كيف سيؤثر تقدم قوات سرايا الدفاع من الناحية السياسية على الشأن السياسي في ليبيا؟ نعم، أعتقد بأن تقدم قوات سرايا اليوم ليس وليد اللحظة وليس هو يعني عملية تم تخطيطها اليوم ونفذت اليوم. سرايا ثوار بنغازي موجودون في منطقة الجفرة منذ أشهر ويعدون العدة لهذه الخطوة منذ فترة وخطط فوضى، وهناك أيضا تقدمات كانت لجس النبض ولمحاولة اختبار قوة العدو واتخاذ الإجراءات السليمة لتفادي أي ضربة جوية. تعرف ما يأتي اليوم يعني جرى التخطيط له من فترة، ولا أعتقد أنه له يعني علاقة كبيرة جدا بما يجري في أروقة السياسة، وإن كان أعتقد أيضا بأن ربما يستفيد ثوار سرايا بنغازي من حالة عدم التفاهم أو حالة يعني نستطيع أن نقول بأن هناك عدم ود سياسي بين حكومة السراج وبين خليفة حفتر في هذه الآونة، بعد أن رفض خليفة حفتر مقابلة السراج في مصر ويرفض أي عروض تعرض عليه. أعتقد بأن السرايا ربما تستفيد من هذه الحالة السياسية في تجاهل القصف الجوي لتقدم قوات السرايا. نعم نعم. إذا كسؤال آخر سيد درقاش، لاحظنا من ناحيتين حكومة الإنقاذ وأيضا الرئاسة المقترح. حكومة الإنقاذ حيث حذرت الحكومة حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من مغبة تسييس الأحداث في منطقة الهلال النفطي، كيف تقرأ بداية جهة حكومة الإنقاذ الوطني؟ نعم، حكومة الإنقاذ الوطني تحاول أن تصدر أوامرها أو تحاول
بأن تدفع المؤسسة الوطنية النفط أن تتخذ موقفا محايدا في هذه الأحداث، وألا تصدر أي بيان في اتجاه شجب هذه العمليات أو الوقوف مع حفتر في هذه العمليات. لأن نحن يعني شاهدنا عندما استولى حفتر على الموانئ النفطية كيف صدر بيان من المؤسسة الوطنية للنفط، يعني هذا البيان كان مع استيلاء حفتر على هذه الموانئ. الآن إذا قامت المؤسسة الوطنية بالنفط بإصدار أي بيانات فيها استنكار لهذا التقدم أو الحديث عن الموانئ النفطية وأنها ربما تتعرض خطر، فإن المجتمع الدولي حينها سينظر إلى أن هذا الهجوم وكأنه هجوم على الموانئ النفطية، وربما يتخذ موقف عدائي من هذا التقدم. ولكن أوضح سرايا دعم بغازي منذ البداية أن هذا التقدم ليس الهدف منه الاستيلاء على الموانئ النفطية ومنطقة الهيال النفطي، وإنما الهدف منه إعادة وإرجاع العائلات المهجرة من بنغازي. إذا الهدف بنغازي وليس الموانئ النفطية. هنا حكومة الإنقاذ أصرت على أن تحذر مؤسسة وطنية من النفط أن تدخل في العراك السياسي أو المعترك السياسي وتنصر فريق على فريق آخر. يجب على المؤسسة أن تتخذ موقفا محايدا، وما دامت المؤشرات النفطية لم تتضرر ولم تمس بسوء، إذا لا داعي لإصدار أي مواقف رسمية أو بيانات رسمية من. طيب إذا سيد رقش، كان هذا تحليل سياسي من ناحية حكومة الإنقاذ الوطني. نذهب إلى الناحية الأخرى وهي الرئاسي المقترح، حيث وصف سابقا سرايا الدفاع بأنها ميليشيات وإرهابية، وسكت عن سيطرة خليفة حفتر على الموانئ النفطية. كيف تعلق على ذلك؟ أنا لم أسمع بأنه صدر أي يعني بيان رسمي في هذا الشأن اليوم، ولكن أعتقد بأن أي بيان يصدر من المجلس الرئاسي يجب أن ننظر إلى مصدر هذا البيان أو هذا الموقف. نحن نعلم جيدا بأن المجلس الرئاسي ليس كتلة واحدة، والقرارات لا تتخذ فيه بشكل توافق أو بشكل إجماع، وإنما هناك أطراف عدة في هذا المجلس، كل طرف له موقف من السرايا. وأعتقد بأن الفتح المجبري وعلي قطراني لديهم الأحقية أو يتخذون بعض البيانات التي تمثلهم شخصيا. أعتقد بأننا يجب أن ننتظر إلى موقف رسمي من المجلس الرئاسي يكون على الأقل يحمل بصمة رئيسي أو غالبية أعضائي. نعم السيد مروان الدرقاش سيطول معك الحديث، ابقى معي قليلا ليذهب إلى السيد محمد نعاس. سيد محمد، سمعنا في الاتصالات السابقة مع أفراد السرايا حول سيطرتهم على الحقول النفطية، ولكنهم لا يأبهون لها، أي لا الغرض من هذا التقدم ليس الحقول النفطية، ولكن هي نقطة أو شأن واقع سيطرتهم الآن على الحقول النفطية. يعني لربما الآن هم يستطيعون أن يكونوا في موقع المساومة مع قوات ما يعرف بالكرامة. هل يمكن أن نشهد اتفاقيات أو مثلا دعنا نقول إخراج سبيل مثلا الأفراج عن العائلات في قنفودة وما إلى ذلك؟ أنا لا أميل كثيرا إلى استخدام مصطلح السيطرة على الموانئ. الذي يسيطر الموانئ هو مجموع المهندسين والفنيين والعاملين الذين يشغلون تلك الآلات المعقدة وتلك التجهيزات الفنية المتقدمة التي ينتج عنها إنتاج استخراج وتصدير النفط. أما من مثلا يسيطر أمنيا عليها، فهذا يعني متواجد أمني، أن هو مثلا العمل التي قامت به سرايا الدفاع هو طهرت هذه المنطقة من عناصر تابعة لحفتر، سواء كانت عناصر أمنية أو عناصر مرتزقة كالعدو المساوي وغيرها. لكن لم يقولوا أن نحن سيطرنا، هم كل ما هنالك أنهم طردوا المفارز بالمصطلح العسكري، المفارز التابعة للعدو في تلك المنطقة. أما تسيير تلك المرافق فهو متروك للمؤسسة الوطنية النفط وكوادرها الفنية والعلمية. نعم. طيب سيد نعاس، مروان الدرقاش يتحدث عن حكومة الإنقاذ والرئاسي المقترح، حيث قال أن الرئاسي المقترح لم يحرك ساكنا ولم يتكلم عن الشأن الحاصل اليوم، بينما حكومة الإنقاذ حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من مغبة تسييس الأحداث. ما رأيك في هذا؟
لموقف الحكومة الوطنية للإنقاذ هو موقف موقف منطقي ويندرج تحت مقولة كلام يجب أن يقال. قالوا لها كوني على الحياد ولا تسيسي نفسك، لديك كوادرك العلمية وكوادرك الفنية، مهندسوك فنيوك عمالك، ومشي شغلك زي ما أنت، ونفذي العقود التي ارتبطتي بها تجاه الطرف المشتري، وهذا هو المطلوب منك، لا تتدخلي في السياسة، وهذا كلام مقبول. أما بالنسبة للرئاسي فلم نسمع منه شيئا حتى هذه اللحظة، وربما يصدر بيانا اليوم أو غدا أو الله أعلم. نعم، إذا سيد محمد النعاس لربما نختتم معك برسالة توجهها إلى قوات مجلس الشورى ثوار بنغازي وأيضا سرايا الدفاع عن بنغازي. أقول لإخواني وأبنائي الأبطال مجاهدين بنغازي، أصمدوا فالنصر صبر ساعة، وتذكروا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال سيدنا عمر الخطاب لا يغلب عسر يسرين، فالأمل في الله من قطاش وسوف تنتصرون. وأنا وكأني أرى بوادر انهزام هذا المجرم وتفككه. نعم. أما بالنسبة لسرايا توار بنغازي فعليكم بالتماسك والتخطيط والسير خطوة خطوة، لا تستعجلوا الأمور، فالحرب خدعة والحرب تخطيط وتكتيك وعمليات واستراتيجي. نعم، إذن الخبير العسكري والاستراتيجي من استوديوهاتنا في العاصمة طرابلس السيد محمد النعاس، شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا إلى السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي. سيد مروان، ربما هناك تحب أن توجه رسالة لكل من يتابعك الآن على شاشة التناصح. نعم، بالنسبة لهذه التطورات الميدانية لتقدم سرايا بنغازي، أقول بأن يجب أن نكون حذرين جدا في يعني إعطاء مواقع القوات، ويجب أن نترك المجال للوكالة وكالة بشرى الخاصة الإعلامية الخاصة بالسرايا هي التي تخرج ما يمكن أن يفيد في موضوع الأخبار وأنباء هذا التقدم، ويجب أن نترك كثرة نشر الأخبار عن تقدمات وتحركات هذه القوة. أيضا ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن يكون التقدم سريع، لأن مثل هذا التحرك هو تحرك مفاجئ وباغت العدو، ويجب أن يستفيد الشباب من عنصر المباغتها وأن لا يتوقفوا إلا في بنغازي. أعتقد بأن الشعرة التي سوف تقسم ظهر البعير حفتر هي دخول هذه القوات إلى بنغازي. إذا دخلت هذه القوات إلى بنغازي سينهار حفتر وستنهار قوات حفتر بالكامل. إذا ينبغي جد المسير وينبغي التقدم بشكل سريع وعدم التوقف، لأن العنصر المباغتة يحتاج منا إلى عدم التوقف في أي محطة قبل بنغازي. يترك تأمين المواقع النفطية والمواقع التي يتم المرور بها إلى الثوار الموجودين من نفس المناطق، ونحن طالعتنا وكالة بشرى الآن بأن هناك يعني ثوار انضموا إلى قوات السرايا من منطقة النوفرية وراس لانوف والبريقة، وأعتقد أن أيضا أجدابي هناك الكثير من ينتظر قوات الثوار لكي ينضم إليهم. إذا يترك بعض القوة لتأمين هذه المناطق ويتم التقدم بشكل سريع ناحية بنغازي، لأن عنصر مباغتة مهم جدا في هذا الأمر. نعم. نعم، إذا السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، في ختام هذه التغطية نشكر كل من كان معنا، السيد محمد النعاس وهو الخبير العسكري والاستراتيجي، أيضا كان معنا محمد سعد وهو أحد ثوار مدينة بنغازي، كان معنا أيضا عصام الزبير وهو الإعلامي والكاتب الصحفي، بالإضافة إلى مصطفى المهرك المتحدث باسم حكومة الإنقاذ، أيضا كان معنا السيدة شمس العقوري وهي إحدى الحرائر المتواجدة في مدينة بنغازي، أيضا كان معنا السيدة محمود الفيتوري وهو أحد أفراد سرايا الدفاع عن بنغازي، والكثير والكثير يغيب ذكر الآن أو الاسم الآن لكن الشكر لكل من ساهم معنا في إنجاح هذه التغطية. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتنا والاستماع إلينا. في الختام نختم بهذه الأنشودة عن سرايا الدفاع عن بنغازي، إلى أن نلتقي وإياكم، إلى اللقاء.
ولك زمان علينا والجوكية مدينة ولك زمان علينا لولا ثوار الشورى لولا ثوار الشورى ما بيوعى يا مسكينة ما بيوعى يا مسكينة منسيناها في وسط القلب غلاها بنغازي منسيناها في وسط القلب غلاها غير الظالم خلاها غير الظالم خلاها من ظلم اليوم حزينة من ظلم اليوم حزينة هم رداعين الغازي ما من لي كاين هازي ما من لي كاين هازي تم في حالة شينا تم في حالة شينا لصقها فينا يبي لصقها فينا بنغازي 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 كنتي جنة ناسك طيبة ومحنة بنغازي كنتي جنة ناسك طيبة ومحنة واليوم ترابك كنا واليوم ترابك كنا كم جثة فيه دفينا كم جثة فيه دفينا لا أمن ولا استقرار لا أمن ولا